الاخبار الاخر زاد اليوم هما اسعار الطماطم والحليب اللي باش تشعل فيهم النار بعد ما يوفى رمضان. مرحبا بكم في قناة الحقيرة في خطر. ما هي اسباب غلاء اسعار الطماطم والحليب اثر عيد الفطر؟ هل انا باكل حليب معادش بلدي؟ هل ان اللون الاحمر للطماطم له رمزية شيوعية؟ وما هي الانعكاسات على المقرونة الكذابة؟ هل أن الوضع الجيوسياسي للبحرين له تأثير على غلاء سعر الدراكة بزايد حلي؟ لماذا قطر لم تقترح بعد بناء معمل طماطم وحليب في القصرين؟ ستشاهدون كل هذا الليلة على الساعة 11 في برنامج الرأي ونفس الرأي الآخر.